سعر الكيلو البقلاوة العادي 4000 دينار، الزنود الست يكون سعره 6000 دينار. بالنسبة للمشروع أفران ركن الساعة، هي موجودة بالواقع من 1998، بدأت بإنتاج البقلاوة والصمون والحلويات وهكذا. أكيد يعني الواحد من يريد يبدي بمشروع يبدي بداية صغيرة، بعدين شوي شوي لما تكون عنده إمكانية يطور مشروعه. أكيد نعم، أنا عندي فريق عمل يتابع وياي الإنتاج، وكل من وشغله. يعني الأقسام من قسم البقلاوة، قسم الكعك، وقسم الصامون. أكيد شهر رمضان المبارك يكون بإقبال على قسم الحلويات غير عن باقي الأشهر. العائلة العراقية تحب اللمة بعد الفطور والتعليلة وغير أمور، فما تحلى التعليلة إلا كيلو بقلاوة حلو. والله هي حسب الحالة الاقتصادية اللي يمر بها البلد والمدينة. أكيد يعني حسب تحكم الرواتب بالأسواق، فإن عندما يجي رمضان بداية الشهر أكيد يكون أقبال أقوى. سبحان الله صادف هذا رمضان في منتصف الشهر، عالم متجه للغذائية.